هاخد لفضائح اخرى. طيب وهاخد بس راي الاستاذ محمود، ولكن خليني اقول بيان اعلامي خرج من الاتحاد المصري لكره القدم منذ 12 دقيقه. يا سلام. دلوقتي يبدي الاتحاد المصري لكره القدم، انا اسف هقوله كاملا، معلش هو طويل بس هقوله كاملا. بالعكس. يبدي الاتحاد المصري لكره القدم انزعاجه الشديد من البيان المفاجئ الصادر عن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، ويؤكد أن البيان يحتوي على الكثير من المعلومات غير الصحيحة والتي ثبت وقوعها، فهي حالات فردية لا تنسحب على جميع أندية مصر. يقصد التي إن ثبت وقوعها. أكمل. ويود الاتحاد المصري لكرة القدم أن يوضح عددا من النقاط المهمة بعد التنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة كلا في نقاطه. أولا، أنه طبقا للتي ام اس فإن عدد الأندية المصرية تمتلك حسابا هي 113 نادي، والتي تمثل الأقسام الأول والثاني بالكامل بالإضافة إلى أكثر من نصف أندية القسم الثالث، ولذلك لا يوجد حاجة للتحايل على عملية استقدام البطاقات الدولية. ثانيا، الاتحاد المصري لكرة القدم لديه حوالي 268 لاعبا أجنبيا في مختلف الدرجات، لم يصل إلينا سوى شكوتين بحجب جوازات السفر على مدار الأربع أعوام الماضية، وكانت بحجة إنهاء الإجراءات إقامة اللاعبين، وتم إعادة جوازات السفر فورا بعد تدخل الاتحاد. ثالثا، لدى الاتحاد المصري عقودا موحدة تم اعتمادها من الفيفا ومن هيئتكم الموقرة ونعمل بها منذ 2020. رابعا، كون بعض اللاعبين يوقعون عقودا دون تحديد القيمة أو المدة أو العملة، فهي تقع على عاتق اللاعب ووكيله الذي يجب أن يبحث ويوجه إلى مصلحة اللاعب. ويشدد الاتحاد المصري لكرة القدم أن في هذا الصدد على أنه لا يعتمد سوى العقود المكتملة البيانات، كما يقوم بتوعية اللاعبين لعدم الوقوع في مثل تلك الأخطاء. خامسا وأخيرا، أن الاتحاد المصري لديه جميع إجراءات التقاضي التي تمنح كل طرف حقه طبقا للائحة الاتحاد والمعتمدة من الفيفا في 2022. أخيرا، فإن الاتحاد المصري يرفض بشدة ويحتج بقوة على البيان الصادر من هيئتكم بتاريخ اليوم، خاصة أن جمعية اللاعبين المصريين وهي المتواجدة والمتابعة للأحداث في مصر لم توجه للاتحاد أي ملاحظة فيما جاء في بيانكم.